يعني تتكلم لا راك خايف، مانيش خايف. ما عنديش جي با دو بريجيجي ولا دو لابريونسيون. لا هو اي طرف يقدر يروح لاي جهه قانونيه باش يجيب الحق تاعو جلابلو دي وكونترار نكون فرحان. مانيش نخاف انا ما عندي قرار تاعي اون طونك لجنه. ما هوش مانيش غيور عليه ولا مهما كانت الظروف لازاك هذاك هو القرار اللي يطبق. لحد الان هذاك هو القرار اللي يطبق. كاين كوميسيون دو ريكور، كاين ايفونتيولمون دوتر اورغانيزم كي سون ريغلومونتير كي سون تابلي بيفت اتر ابلي ا ايتيدي الاخر لي دوسي تاع لي كونديدا. القرار اللي يجي يصرا ابلودي. مرة خرجت من لجنة الترشيحات فوالا الطعون واللي يجي قرار في لجنة الطعون صار مي با اون كوز لاخر لا كريديبيتي لا كوميسيون دو كانديداتور بيان او كونترار سان نو كونفورت باسكو نو سوم اون تو لي ترو دو كوميسيون نو سوم لا كوميسيون الكتورال لو كان حنا يقيسنا اي قرار معاكس بلي صافي دي ماناش واسمو comment dirais-je, une commission homogène, nous sommes homogènes dans notre constitution, mais nous sommes indépendants dans la prise de décision. La décision heavy ou le heavy, surtout l'extrait de la commission de recours, ou éventuellement l'OTAS, ça nous conforte. Au contraire, parce que c'est une continuité des commissions et des personnes appelées à examiner les dossiers de candidature. C'est pas, il n'y a pas de comment dirais-je, de séparation bas à bas. C'est une continuité. Les chefs d'assaut, les carrières, on l'applaudit, on est fier de notre décision. وكان باش القرار تاع لا ما يلحقش الطاس والقرار تاع الطاس هذاك يغير نجد قراءات ولا الاخر القوانين تاع اللي راهي مسيره في الوقت الحالي في الجزائر. وقلت الشيء تكلمت على الشيء هذا القوانين هذو ما يسمحناش باش تكون القراءه تاعنا الشامله واللي اللي تسمح للاشخاص ولا اللجان اللي مطلوب ليها باش تدرس الملفات اللي ترشيحات على راس الاتحاد هذا تعطي لها الاسلحه اللازمه باش تدير الاختيار لو بلو ايتوندي بوسيبل.